علاش اليوم يعني الظروف خارج من الاراده ديالي انني نكون ماشي صحه جيده، ولكن وخرجت ما نقدرش نتغيب على مثل هذا الحدث. وصراحه سوء الحظ ديالي انني صراحه غندوز من بعد واحد ديال القاده الكبار اللي قدموا واحد المواضيع اللي هما كبار، السي خالد الادريسي والسي محمد الادريسي. باش تعرفوا ان هو هذا نيتورك ماغنيزم، راه ما كاينش سعيد راجل. شفنا قناة تبارك الله وشفنا اخوان وكنوضوا اخوان اخرين، غتشوفوا انرجي اخرى، غتشوفوا طاقه اخرى، غتشوفوا مواضيع اخرى، يعني راه كلشي كلشي هنا متاح باش هو ينوض، يعاود على التجربه ديالو، يعاود على تجربه النجاح ديالو وعندو ما يقول. خصنا نثقوا براسنا، واي واحد هنا راه الفرصه ديالو متاحه. حتى من دابا لا عنده موضوع، دابا الموضوع يكون. صراحه يعني سبيتش ديالي اليوم على الاحداث ديال الشفون، يعني صراحه لما يعني فيها كاين شي احداث، كاين شي فيديوز اللي جايه، اللي كاين اللي طالع بعض العناوين ديالها، حنا نحاولوا نديطايلوا هذا الشيء ان شاء الله. لكن قبل هذا غنبداو نهضروا على حنا علاش حنا، حنا علاش اختارينا هاد البروجي ولا هاد الميتين ديال نيتورك ماركتينغ، ولا نكونوا مسوقين شباب كبير. خصكم تعرفوا ان المساله الان ما بقاش مساله انني داخل من اجل الربح المادي، ما بقيتش داخل امس الربح. دابا ولا عندنا تحدي، علاش؟ كاين الالاف ديال الناس تيسينونا نجحوا، وكاين عشرات الالاف ديال الناس ولا المئات ديال الناس تيسينونا نفشلوا. واش غادي نفشلوا ونخليهم يضحكوا علينا؟ لا. يعني ما بقاش مساله، انا دابا شوف واخا ما نربحوش ولكن ما نخليوش هذوك الناس يضحكوا علينا. شكون اللي باغي يخلي الناس يضحك علينا؟ لذلك ولات مسألة شخصية دابا صراحة. لذلك خصنا نعرفوا أن هاد البروجي ديال وان لايف والعملة ديال وان كوين كما تنقولوا ديما عندها ناس اللي وصلوها من زيرو تو هيرو ثلاث سنين. عندنا هنا فريكيب ديال المغرب، عندنا عامين ونص في هاد البروجي، عندنا أكثر من 100 مليونير من التسويق في هاد البروجي اللي تجاوزوا 1 مليون درهم في الأرباح ديالهم. عندنا ذكرى اللي تنتصنفوا بهم الأوائل في إفريقيا والعالم العربي، تنعتبروا من 10 احتياطيات ديال وان كوين في العالم. واللي تيزيد يشجعني اكثر باش تنهضر مع القاده ديالنا وتنشوف الناس ديالنا تيقول لي باقي هادي يلاه بدينا يلاه بدينا. لذلك اهم حاجه، اهم ميساج اللي انا مقتنع به مليار في المية وتنتمنى انكم انتوما تقتنعوا به، انكم راه انتوما اللي تديروا النجاح وانتوما اللي تتصنعوا الفلوس، ماشي الفلوس هي اللي تصنعكم. يعني خصني نخدم على راسي، انا نطور راسي باش انني نتعلم اي زمان وفي اي مكان وفي اي ظرفيه نعرف كيفاش ندير الفلوس. وهذا سؤال اختارت به راسي. دابا انت سعيد رجب رزق لينا دابا وجردناك من الممتلكات ديالك ومن الفلوس اللي عندك، وجردناك حتى من حوايج واقيله وحطيناك شي دوله فقيره قلت ترجع دير الفلوس لنا. شكون اللي غيرجع يدير الفلوس؟ لا رجعناه من الزيرو. لا الصح بالصح ديال الصح هادو
هما اللي خدموا القدرات ديالهم. لذلك كاين بزاف ديال المجالات، ولكن حتى شي مجال ما نعطيوش هاد لي كونديسيون تبدا بهم انك ترجع تولي المليونير. يعني التسويق الشبكي اي واحد دابا شدو نحيدو كاع داكشي اللي عنده وقولو لي سير يقدر غدا بدا التسويق الشبكي وتعرف يدير لي سبونتان، تعرف يدير لانفيتاسيون، تعرف يدير بروسبكسيون، يشرح المشروع كيما كان هذيك الساعه المشروع اللي غنخدم به، يدير السويبي ديالو ها هو بدا يعاود الثروه ديالو. اما الى عندك 100,000 اون كوين نزلت بيبليك صرفتيها ولات عندك مليار، حيدنا لك هذيك المليار، واش تعاود تصايبو لي اخر؟ صايبو كما صايبنا الاولى نصايبو الثانيه. واش عارف كيف تجيب مليار اخر؟ اييه خاصنا واحد البروبوزيسيون اخرى، خاصنا واحد كوين اخرى، وخاصنا روجه اخرى. لذلك هنا خاصنا نخدمو عملنا وهنا نخدمو على راسنا، حيت راسنا هو اللي تيجي الفلوس. الا خدمتي على راسك تتامن المستقبل ديالك، ما تبقاش تخلعك حتى شي ضرب من الظروف كما كانت، حيت انت عارف وخدمات ديتي وخدمات طلبتي. غنرجع لهذيك النقطه اللي ساليت منها مؤخرا. هذه كانت واحد نبذه ديال البدايه. نبداو الان يعني الاحداث اللي جات الايفنت ديال الشمون، وغنحاولوا نركزوا على الاحداث اللي جات بالاسلام ديال 001 ماستر ديستريبيتور سيباستيان غرينوول. حيت هذا السيد صراحه عنده واحد الانسبيراسيون، عنده واحد الطاقه اللي عاد يهضر بها، عاد تصدر قدامه. كون اكيد واحد 6 شهور عام كنت موتي ما كانش. واحد السيد كان معنا يلا بدا معنا المشروع هذا وقيله شي شهر، السياسه راه تيعرفو، حضر معنا مشى معنا الايفنت ديال الشمونه، راه جاي في الطوموبيل تيعيط وتيباليك، جاي معنا في الطوموبيل تيعيط. وعاد الشمونه لهنا دار 4 ديال الانسكريبسيون باقات النيت. مين كان هادشي من قبل؟ يعني باش نعرفوا ان هاد ليزيفات راه ضروري نشوفوا الناس اللي وصلوا في هاد المجال والتحديات اللي واجهتهم، وخصنا نكونوا من الناس اللي تيستافدوا من الاخطاء ديال الاخرين، ماشي تنساينو تنخطفوا حنا وتنتهرسوا عاد نستافدوا من الخطا ديالنا، حيت تقدر هذيك الطيحه تقدر ما تنوضش منا وتبقى غير السم. اهم ما جاء في الحدث ديال لشبون يعني انه غيكون واحد الفيديو غينزل تقريبا هذا الاسبوع الجاي، هذا الاسبوع اللي بعده، ديال بيت ارينز اللي غيشرح فيه اون ديتاي لا رود ماب ديال الشركه في الاي سي او، وكيفاش علاش درنا الاي سي او، وكيفاش غنمشيو في هذا الاي سي او. ثاني حاجة وهي على خروج العملة للسوق العامة، واللي حطوا لادات اكزاكت هو 8 اكتوبر 2000 متأكدين؟ لا هذه مؤكدة، يعني أن العملة ديال الوان كوين اللي غتخرج بالرمز ولا لابريبياسيون ديال وان او ان او غتخرج للبيبليك 8 اكتوبر 2018. واش حنا غنصرفو في 2018؟ لا يعني يعني هذه المسألة اللي هي مهمة وعندها تلقاها في الفورماسيون، خصوصا الناس اللي ما قراوش الوان الأكاديمي، وخصوصا الناس اللي ما وصلوش لليفو 5 اللي تيتحدث على كيفاش تيتحدث على التريدين بصفة خاصة اون ديتاي، وكيفاش أنك تجيستيوني الكابيتال ديالك وما تخسرش الكابيتال ديالك
وتسميوها هما مقابل واحد النزوه ديال عندك واحد الفائض، يعني تكون عندك واحد الفائض من المال كتبقى تقول انا في هذه الجرب هذه، هذه مهمه جدا اللي غيكون عندنا فيها في فورماسيون قبليك ان شاء الله. لازم تعرفوا انه البيع ديال الباقات ديالنا غتحبسوا الشركه شهر ولا شهرين قبل خروج البيبليك، يعني غيقدر يحبس شهر 8 ولا شهر 9. علاش؟ باش يلاه يقادو الناس الايواليت ديالهم في لي ترونسفير الوان بوين ديالهم ويقادو لهم كاع المسائل اللي تخص كاع انكريبتي وكل المسائل التقنيه. يعني تيقول لك ان الوان بوين فاش تخرج البيبليك تيقول لهم انا تنأكد لكم انها غتكون مئات المنصات في العالم، لكن كما قال هو ديفينيتلي يعني اللي مؤكد انها غتبدا في الاول منصه الرئيسيه اللي هي اكس كوين اكس، وهذه المنصه ماشي هي اكس كوين اكس اللي كنتو تعرفوا من قبل، يعني واحد المنصه اللي هي بازيك كان تخي تخي بازيك قال كنتي تدخل هذيك قال درناها باش الناس يعرفوا شنو هي المنصه كيف يجي تشجل شنا هي باج شنا هي سير شنا هو طابلو بوردر ديال باج طابلو بوردر ديال السير. اما اكس واي اكس اللي غتكون في البيبليك هي واحد بلاتفورم لي تخي تخي بروفيسيونيل. قال لك بالنسبه للول والقوانين ولي ليسونس ديال العمله موجودين ومكتملين ومحطوطين، وبالنسبه لي ليسونس ديال البلاتفورم ديال ليكشانج تقريبا قربوا يساليو من التراخيص ديالها ولي ليسونس ديالها، وان عمله ديال وان كوين غتخرج بالتداول ولا بالتبادل بالبير ولا بالزوج ديال وان بي تي سي، يعني من وان لبي تي سي بيتكوين، هذه اكيد. والمحتمل انه يتزاد حتى الايثيريوم، لذلك هذه ماشي اكيده، لكن اللي اكيد هو انه غتكون بالزوج وان كوين بيتكوين. والتركيز ديال لاسوسيتي قال لك حنا في هاد الثلاث سنين اللي داز خدمنا على لا كونتيتي على لا كومينيتي، حنا نجمعو اكبر عدد ديال الناس وبواحد عطيناهم واحد العدد ديال لي زوبورتينيتي ولي بروموسيون وكيفاش تشوف كيفاش تفرق واحد العدد وفير من البوان. هاد السنه اللي متبقيه ولا 10 اشهر ولا 11 شهر غنركزو على لا كاليتي ديالنا، لذلك غنشوفو انه غيكون قص واحد العدد ديال التوكن ديال الباكيج اللي غنخليو القائد اللي ورايا هو اللي غيشرح هذا الموضوع بالتفاصيل، وانه غتكون واحد الباكيج ديال الاي سي او ولا الاي كو اللي غيبداو ابتداء من هذا الاسبوع الجاي. كما قلت لكم التفاصيل خلوها القائد ورايا هو اللي غيشرح هذا الشيء اون ديتاي. يعني حنا مقبلين على واحد المرحله اللي هي قويه بزاف، يقدر بزاف الناس شافوها تشاؤم، يقدروا بزاف الناس شافوها انها مرحله حاسمه وقويه اللي خصنا نكتفوا بها الجهود ديالنا، لكن هنا كمسوقين كما تنقولوا مسوقين اللي تايقن في راسنا وتايقن في المهارات ديالنا، نقدر نقول لكم حنا دوزنا اصعب من هذا، هادشي اللي تيجي دابا راه عسال، حنا سوقنا ظروف اصعب واصعب واصعب، لذلك كما قال يجمع الجميع ان دابا تلقى واحد لوبورتينيتي وتتقول صعيب عليا باش شحال واحد تيقول صعيب باش نسوق هاد المجال ولا هاد العمله ولا هاد التكنولوجيا الجديده، خاصك تشوف الناس اللي باقي ما عندوش اوبورتينيتي اصلا، ترى عندك اوبورتينيتي اللي هي واعره هما تجيك صعيب تصورها، خاصك تشوف الناس اللي باقي ما عندوش اوبورتينيتي
تدخل في الفيسبوك كل نهار تطلع كل نهار تيديروا حاجه كل نهار تيشارك حاجه. هادوك ما خصك تشوفهم باش تعرف النقطه اللي انت توقف بها. كما تنقولوا خصنا جا الوقت اللي نلتفتوا للعمل ديالنا. الشركه راه خدامه عرفنا وان كوين شحال غتنزل ولا امتى غتنزل ولا هو كدير الاي سي او ولا ماشي الاي سي او. ناقشنا في هادشي وخدينا فيه الجدال الطويل. لن يغير من نتيجه وان كوين شيء. غتضلوا تذاكروا الاخوان واش عمر هذيك المذاكره ديالهم غيرت القرار ديال الشركه. تبقى عام مناقشه وحوار تيدور في ذلك. كيما الشركه ثقه بنا وعطينا البرودوي ديالها تنسوقوه وعقد الامل كبير الى اننا نوصل البرودوي اكبر عدد من الناس تحنا خصنا نثقوا في هاد لاسوسيتي. والحمد لله اللي برهنات اللي برهنات على القوه ديالها وحسن التدبير ديالها والخدمات ديال خدمتها. ونركزوا حنا على خدمتنا حيت من بعد 2018 غتخرج الوان بيبليك و 2019 غنلقاو راسنا كاع داكشي اللي كنا نقولو كاع داكشي اللي تنحلو ما جاب حتى نتيجه. وفي الاخر مشات الامور بشكل عادي وحنا اللي كبرنا بعقلنا وما استفدنا. الشبكه عاد ولينا نجري خصني اكتيفي حتى واحد السيد ما درتهاش ليه حتى باقي خصني نمشي هنا كيما طرا دابا مع لي باكيج. عاد تنهار الاخر تنغدا العيد عاد كلشي باغي يمشي يتغدى عاد كلشي خصو الصبر عاد لذلك دابا تحتم علينا اننا نواجهوا التحدي كاملين. وانا صراحه اللي فخور وفرحان بزاف انا تنشوف زعما مختلف الفرق من المغرب جاو حضروا معنا اليوم. وتنحيوا الناس اللي جاو من اماكن بعيده كاكادير كطنجه كبنات كرشيدنا صراحة. يعني حنا اللي في هذا البروجي انا نقدر بزاف الناس يبقوا القاب ديال قائد ابلاين دورين. انا اللي ما عنديش هاد الحواجز انا تنقدر نتعلم من الابلاين تنقدر نتعلم من الدورين وتنجلس نسمع ليهم عادي. ويعني ما تنهتمش ان شي واحد يقول هذا قائد وهذا ماشي قائد. العكس كلنا تنكونوا بعضياتنا وكلنا تنخدموا مع بعضياتنا. يعني باش تحتاج لي غنقالي واحد الطاقه. ولذلك حنا يعني راه تقدر تكون معك كيما تقول انا تنقول واحد السفنجه كبيره تتابسوربي بزاف تقدر شحال واحد تنشوفو معنا هنايا شويه ديال المشاكل شويه ديال الانتقادات صافي تيقلق وتيمل تيقول انا عييت وهذا هذا جاي عندي باغي يقول لي وهذا ما تلقاش سايق وهذا دخلت مع هذا وصافي. بالعكس المشاكل اللي غيقدروا تكون شحال من واحد هنا يا الله سير وفصير واحد اليوم الذي تعرضوا عليه وتنعرف تعامل مع المشاكل وتريح مع الناس وتنحل معاه بالصح. الا كان عندك شي مشكل ديال بالصح تنحلو معاه ما تتجاهلوش تراعي الضربيه. حيت انا اصلا جيت من هذيك الضربيه وعارف حق هذيك الضربيه. لذلك خصنا نتعاون مع الناس ديالنا ماشي كما تيقول الناس انت وصلتي ما خصكش تقاد بريزونتي ما خصكش تقاد باهي ما خصكش ما خصكش ما خصكش. وهادشي واقع يلاه قال لنا شي ولد قال لنا غير سياسه قال لنا ما خصكمش هادي هادي هادي. قلنا له شوف حنا غنبقاو بريزونتي وحنا اللي غنبقاو نبانو وحنا اللي غنبقاو نديرو حتى 2030. يعني نيتورك ماركتين حنا تنحطو القواعد ديالو بالطريقة اللي تنشوفوها تتريحنا تتريح الناس معاه. إذا كانوا الناس مرتاحين أننا حنا اللي تنقيهم طير وحنا اللي تنقولو معاهم حنا اللي جالسين معاهم راه كونو أكيدين. تنقول على راسي وعلى الرفيق الدائم ديال السياسي راه حنا ديما ديما وقت ما بغيتونا كيما بغيتونا راه حنا كاينين معاكم. وشكرا. شكرا جزيلا لك يا سعيد.